سنعود اليه ابدا مع الشيخ شمس الدين الجزائري الشيخ شمس الدين خمور حلال هذا هو المصطلح الجديد الذي نعرفه في الصناعات الغذائيه تعليقك على هذه القضيه والله تعليقي انا ارى ان هذه الخمور التي تباع الان تحت عنوان الخمر الحلال ما هي الا ثمره من ثمار تصريح وزير التجاره الذي يقول انا لا يهمني الحلال والحرام انا لست امام هكذا يقول وبالتالي هذه ثمرة من ثمار هاي بدات تبرز عندنا ثمار من يقول انا لا يهمني الحلال والحرام ليس هناك في الشريعة الاسلامية خمر اسمه خمر حلال اما ان يكون خمر يذهب العقل ويسكر فهو حرام واما ان يكون لا يذهب العقل ولا يسكر فهو عصير ومشروبات كمشروبات المشروبات التي تباع الان لماذا يسمى خمر حلال هذا من تحليل الحرام لأن مصطلح خمر في الشريعة الإسلامية هو الحرام لا يطلق الخمر على على غير الخمر المسكر إن الله جل جلاله يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه الآن يأتي إنسان مسلم يقول لنا هذا خمر حلال وربي يقول لنا إنما الخمر والميسر والانصاب ويدسون من عمل الشيطان فاجتنبوه انا لا افهم الى يومنا هذا علاه سموه خمر حلال طيب ولكن هناك من يقول بانه ربما يكون اختلاف في التسميه فقط ربما خطا من طرف الشركه المصنعه ولكن هو غير مسكر اذا كان العصير لا يسكر ولا يحتوي على الكحول فهو عصير علاه تسموه خمر كعصير العنب هاي شركه رويبه الجزائريه دايره عصير العنب وهو حلال لا احد يقول انه حرام ولكن الشركه لم تتلاعب بالمصطلحات الاسلاميه ما أحد قال خمر حلال ما قالت ويسكي حلال ما قالت كحول حلال ما لا ياتي يوم انسان يدير بيت فساد يسميه الزينه الحلال غدوه السائقه الحلال الربا الحلال كلمه ربا اذا اطلقت تطلق على الحرام كلمه سائقه اذا اطلقت تطلق على الحرام الكذب اذا اطلق يطلق على الحرام الخمر يطلق على الحرام ما يمكنش ابدا يكون خمر حلال هذه ابدا لا تقع ولذلك هذه الشركه هذه الشركه الهدف نتاعها هو تكسير الحاجز النفسي لدى المسلم الجزائري لان الجزائريين عندهم حساسيه مفرطه للخمر ما يحب الخمر ما يحب القرعه تاع الخمر ما يحب الكاس تاع الخمر ما يحب قاعد ما يتعلق بالخمر جابوا الان خمر سماوه خمر حلال في قاروره كما الخمر يعني كل المواصفات متوفره فيه الا ان شكون اللي يفتينا الشركه الاسبانيه هي اللي تقول لنا هذا حلال اشربوه كيف احنا نثق في شركه اسبانيه؟ كيف تثيق انت ايها المسلم في شركه اسبانيه تقول لك هذا حلال اشربوه على رقبتي شكون هادو احنا مسلمين يعني تشوف لازم هذا المشروب يفوت على مخابر احنا مسلمين راحوا جابوا لنا الهند وقلنا لهم حرام لان ما شفناش